السلام عليكم. اليوم جبت لكم كرواسة سهلة واقتصادية، يعني ما عمرك ما غتفكري انك تشري كرواسة، غتعودي دائما تصوبيها في الدار لوليداتك الكوتي لحساب المدرسة، بسيطة وفي ساعة تصوب معاك. غنبداو على بركة الله، غادي ندوزو المقادير. هنا عندنا كيلو و200 غرام ديال الدقيق، كنديرو هنا كاس ديال السنيدة ما عامرش، كندير معلقة ديال حليب بودرة، شوية الملحة، كندير هنا جوج فانيات، وكندير جوج معلقات ديال الخميرة حبيبات. صافي كنخلط الخليط بحال هكا بهذه الطريقة مزيان حتى كيندمج لنا كل شيء. هنا كنديرو نص كاس ديال الزيت. هنا عندي 3 الكيسان ديال الحليب، الحليب كيكون دافي. الكاس اللي كنعبر به المقادير، كنعبر به المقادير كلها، كنعبر به حتى الحليب وحتى الماء. صافي هنا عندي 3 الكيسان ديال الحليب كنجمع، وكيكون دافي غير شي شويه. صافي كنجمع به الخليط بحال هكا كيما شفتو. من بعد كنزيد واحد الكاس ديال الماء، ما عادي. صافي كنجمع به الخليط بحال هكا كيما شفتو، مجموع كيكون عندي 3 الكيسان ديال الحليب وكاس ديال الماء. الا ما تجمعش لكم الخليط بقى غير شي شويه، زيدوا واحد ربع كاس ديال الماء. كيبقى الدقيق على حساب النوعيه ديال الدقيق، كاين النوع اللي كيشرب وكاين النوع لا. صافي كنجمعها بحال هكا، كنحاول ندلكها تقريبا واحد 5 دقائق غير فوق سطح العمل، غير شي شويه بهذا الشكل بحال هكا كيما شفتوا. صافي وكناخذ اناء كنحط فيه العجينه بحال هكا، وكندير شويه ديال الزيت بهذه الطريقه بحال هكا. صافي وكنغطيه بالسلوفان، كنخليه يرتاح تقريبا، ترجع لنا العجينه واحد ربع ساعة حتى لتلت ساعة، حتى كيتضاعف الحجم ديالها. قد ما تضاعف الحجم ديالها قد ما كتجينا كرواسة زوينة ومحلولة من الداخل وخفيفة، ما كتجيش تقيلة. صافي بحال هكا ما تضاعف الحجم ديالها، كناخد شوية ديال النشا كنرشو فوق سطح العمل. صافي وكنقسم العجينة على جوج بهذه الطريقة بحال هكا، كنجمعها على جوج كرات بحال هكا. صافي وحدة كندير ليها السلوفان، ضروري نديرو لها السلوفان باش ما تشربش لينا العجينه، تبقى مزيانه. صافي كنغطيوها ونخليوها، وناخذ الاخرى ضروري كنستعنوا مره مره بالنشا، وكنسرحوها بالمدلك بهذه الطريقه بحال هكا. كنحاولوا نبسطوها كلها بهذا الشكل بحال هكا، حتى كنرقوها بين وبين، ما كنرقوهاش بزاف. صافي حتى كنقادوها كلها تقاده وحده بهذا الشكل كيما شفتوا. هنا انا عندي رابعه ديال الزبده ديال المارغرين، انا كنخدم بمارغرين، انا سهلت عليا الخدمه، يعني حكيتها قبل ودرتها في الثلاجه، خليتها ضروري في الثلاجه تكون بارده. صافي خويتها بحال هكا فوق العجينه كيما شفتوا، غير في النص الاخر، والنص درتو فوق منها. صافي وكنبقى نبسطها بحال هكا بالمدلك بهذه الطريقه كلها، كنحاولوا نورقوها مزيان، نسرحوها كلها طول. صافي وكنديروا وحده لتحت وحده الفوق، مره مره كنستعنوا بالنشا بهذه الطريقه بحال هكا، كنبسطها كلها طول، وكنحاول ندير وحده لتحت والاخرى كنديرها فوق منها بهذا الشكل بحال هكا كيما شفتوا. هذه الطريقه اما ديروها 4 المرات حتى 5 المرات على حسب اللي بغيتو نتوما، قد ما ورقتوها مزيان قد ما كتجي معكم العجينه ممرقه مزيان. ها نتوما كيما شفتوا انا قسمتها دابا على جوج، ها نتوما جات ممرقه ومفروقه، يعني العجينه بحال هكا بهذا الشكل كيما شفتوا. صافي كندير لها انا بحال هكا السلوفان بجوجهم، كندير لهم السلوفان، بغيتو ديروهم في الثلاجه تخليهم واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق بما خدمتو الاخرى. بغيتو تخليهم فوق سطح العمل خليهم، انا ما خشيتهمش في الثلاجه، خليتهم فوق سطح العمل بحال هكا بهذه الطريقه. صافي وغندوز نخدم معكم الاخرى، غير انا العجينه الاخرى ما غنشدهاش معكم حيت ديجا شديت معكم الاولى باش ما يجيناش الفيديو طويل. صافي حتى هي بسطتها ودرت لها الزبده وقسمتها على جوج وحطيتها حتى هي تما فوق سطح العمل. صافي كندوزو العجينه الاولى كنورقوها بحال هكا بهذه الطريقه، كنسرحوها كلها، كنرقوها بين وبين، ما هي رقيقه بزاف ما هي غليظه. صافي بعد ما ورقتها قسمتها على جوج، او حاولت نقسمها على 4، من بعد قسمتها على 8 بهذه الطريقه كيما شفتوا. هانتوما الفيديو شارح نفسه وبين. صافي كناخذهم بحال هكا، كنحطهم هكا بهذه الطريقه، كنحاول نجبدهم مره مره. هانتوما فلحت شي شويه من الفوق،
درت الشوكولاط صافي وكان ندورها بهذه الطريقه. مع المره كنتيريها شي شويه غير شي شويه. هانتوما الثانيه بحال هكا حتى هي سهله وباينه صافي، وكنتيري مره مره شي شويه صافي، وكنلوي لوي كنلوي مرخوفه صافي. تكملت كل شيء، كتخرج واحد الكميه كثيره، تقريبا خرجت ليا 32 وحده، 32 كرواسه صافي. بعد ما خمرت لينا خديت هنا بيضه كامله ودرت معلقه ديال الحليب ودهنتها من الفوق بهذا الشكل بحال هكا كيما شفتوا. كنكون ديجا انا مسخنه الفران من قبل على نار متوسطه، كندخل لاطه كنديرها الفوق، كتكون العافيه من التحت صافي، كطيب لينا من التحت، كنهبطوها كتحمر لنا غير من الفوق بهذا الشكل بحال هكا كيما شفتوا صافي. كنخلي واحد 5 دقائق ولا 3 دقائق بحال هكا حتى كتبرد صافي، وكنحيدوها من اللاطه. ها نتوما كيما شفتوا خرجت ليا انا كميه كثيره، ها نتوما كتجي مرقه وكتجي محلوله من الداخل. ها نتوما جربوها غدا تعجبكم، واللي جربتها تقولها ليا في الكومنتير، تقول لي كي جاتكم. بالصحه والراحه.